ايش يقول؟ نتوخى الحذر. هلو، قبل أن نبدأ هذا المقطع خلونا نوصل هذا الفيديو. مرحبا بكم. إذن سوف نجتاز المرحلة الثانية، ولا تنسوا الضغط على الزر الأحمر الذي يوجد في أسفل الفيديو لتدعمونا على هذه الفيديوهات. شكرا لكم. إذن هذه السيارة سوف أنقل ناقل السرعة إلى الوراء. شوفوا كيف سوف نخرج. يجب أن نتوخى الحذر، يجب أن نلف جيدا. هنا سوف نرى الخلف. يجب أن ننقل ناقل الحركة إلى الأمام. الفرامل هكذا، يجب أن نتوخى الحذر ألا نسرع. قد وصلنا. شكرا لكم، لا تنسوا مشاهدة الفيديوهات التالية. إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.